ثانوية عامة في فيديو جديد، والفيديو ده إن شاء الله هنبتدي نكمل فيه letter M، حرف الـ M طبعا في الـ definitions اللي هي موجودة معانا. هنبتدي من أول page 66 من صفحة 66، وأول definition my heart sinks. طبعا هنا لما أقول my heart يعني قلبي sinks، بيغوص أو بيغرق. طبعا أقول I lose hope or confidence، أنا هنا بفقد الأمل أو الثقة. يلا اللي بعديها myth معناها أسطورة، زي legend كده، an incident story أو sorry an ancient story، قصة قديمة، especially خاصة one invented، واحدة مخترعة، يعني بيتم اختراعها in order to علشان explain natural or historical events، عشان تشرح أحداث طبعا تاريخية أو طبيعية. ميثولوجي طبعا ده علم الأساطير أو أسطوريات، a set of ancient myth، طبعا أقول مجموعة أساطير أو مجموعة قصص قديمة. ناتي شقي أو مشاغب، doing something إنك تعمل شيء that's not right، مش صح or good أو كويسة، but is not very serious، ولكنها مش خطيرة، زي ال students أو ال boys أو ال girls، الولاد والبنات والطلبة أحيانا بيبقوا مشاغبين طبعا في بعض ال classes. Night watchman حارس ليلي، someone whose job واحد شغلانته is to guard، إن هو يحرس building at night، يحرس مبنى بالليل. Occur معناها to happen or exist، إن هو يحدث أو يوجد in a particular place، في مكان معين or situation، في موقف معين، زي take place بالظبط يحدث. Omission طبعا omission جاية من omit، omit يعني يحذف، omission الحذف أو الاستبعاد، إنك تحذف حاجة أو تستبعد حاجة، زي the act of not including somebody، action أو فعل، إنك أنت ما تشملش بني آدم، أو not إنك ما تحتويش الليستة بتاعتك على بني آدم معين أو شيء، or not doing something إنك ما تعملش شيء، the fact of not being included or done، طبعا حقيقة إنك أنت ما تبقاش مشمول أو معمول في الحاجة دي. organizational طبعا organization يعني منظمة، لكن organizational AL معناها تنظيمي أو مؤسسي. relating to the way مرتبط بالطريقة، an organization المنظمة and its activities وأنشطتها أو planned مخططة and arranged مرتبة. pandemic معناها جائحة، زي COVID-19 أو كورونا فيروس، disease مرض that affects people، بيأثر على الناس over a very large area، طبعا بيأثر عليهم في منطقة كبيرة جدا، or the whole world أو في كل العالم. part time a job شغلانة، someone only does for some of the working week، طبعا شغلانة اللي شخص ما بس بيشتغل لجزء منها في أسبوع الشغل، طبعا ده وقت جزئي، دوام جزئي، أو بعض الوقت مش كل الوقت. patient patient أنت عارف إن ليها معنيين، يا إما مريض sick person شخص مريض، أو صبور able to wait calmly قادر إن هو ينتظر بهدوء for a long time لوقت طويل، or to accept إن هو يقبل difficulties الصعوبات، people's annoying أو مضايقات الناس، اسلوبهم طبعا ال behavior بتاعهم etc without becoming angry، من غير طبعا ما يكون متضايق. pay off او دبل اف طبعا ده يسدد دين، ده فوزل verb to give someone the money you owe them، انت بتدي شخص ما الفلوس اللي انت بتبقى مديون ليهم، pay off تسدد الدين بتاعك. عندي percentage يعني نسبة مئوية، an amount expressed طبعا نسبة أو كمية معبر عنها as if it is part كجزء of the total which is 100 من التوتال أو من المجموع الكل اللي هو المية، يعني 60% 60% 80% 80% 100% 100% وهكذا. permanent يعني دائم، يعني مكمل معايا، continuing to exist for a long time يعني مستمر انك انت تلاقيه for a long time لوقت طويل، او for all the time لكل الوقت in the future في المستقبل. perspective point of view or opinion رأي او مفهوم او منظور، a way of thinking طريقة التفكير about something عن شيء، especially خاصة
one which is influenced حاجه بيتم التاثر بها by the type of person بشكل الشخص you are or by your experiences بشخصيتك انت او بخبراتك. Physicist, physicist اللي هو الفيزيائي او خبير في الفيزياء. An expert in physics, خبير في ماده الفيزياء بكل بساطه. Pick up, هنا pick up مش معناها collect بقى يجمع او يلتقط، ممكن تجينا بمعنى يشتري. To buy something cheap, يشتري شيء بشكل رخيص، عارف اللي هو يشتري حاجه لقطه، يجيب مثلا جهاز او حاجه كان المفروض ان هي مثلا بارقام كبيره لكن يجيبها بارقام رخيصه او صغيره، يبقى pick up. بعد كده picturesque، picturesque beautiful and possibly old، يعني عايز اقول هنا خلاب او بديع المنظر. piracy، قرصنه او سرقه ادبيه او علميه، هنا القرصنه خلي بالك ممكن تبقى قرصنه على الشيبس على السفن او على الجودز البضائع، لكن كمان تيجي بمعنى قرصنه للسرقه الادبيه او العلميه، انك تاخد بحث او تاخد قصه مش بتاعتك، حقوق مش بتاعتك. when someone illegally لما يبقى واحد بشكل غير قانوني او بشكل غير شرعي copies ينسخ وسيلز يبيع someone's work شغل البني ادم. placement وضع في مكان معين، انك تحط حاجه في مكان معين. the act of placing فعل انك انت تضع something somewhere تحط شيء في مكان ما. planet يعني كوكب. a very large round object يعني شيء دائري كبير in a space في الفضاء that moves around the sun بيتحرك حوالين الشمس or another star حوالين نجم. بودكاست معناها a file of recorded sound ملف من الصوت المسجل and sometimes أحيانا pictures صور that you can download اللي بتحملها from the internet اللي بتحملها من الانترنت اللي هي الإذاعة الرقمية أو المنصة الصوتية. point of view زيها زي من شوية قلنا opinion رأي أو perspective رأي أو وجهة نظر. the particular attitude توجه أو موقف خاص أو معين or opinion رأي that somebody شخص ما has about something عن شيء معين. port port ميناء. a town or city مدينة صغيرة أو كبيرة with a harbor ميناء أو مرسى، ده بيبقى ميناء للسفن يا شباب. or docks طبعا رصيف شحن. where ships حيث السفن can be loaded تشحن أو unloaded تفرغ. pout pout معناها يبوز يكشر يستاء. to push out your lower lips انك انت يعني تمد كده شفايفك اللي تحت because you are annoyed or unhappy، طبعا حركة التجويز المصرية اللي انتوا عارفينها معناها طبعا انك انت متضايق او مستاء من شيء معين، تبقى متضايق او زعلان. prejudice معناها انحياز او تحامل او ظلم زي bias كده. and unfair unreasonable opinion رأي غير منطقي غير عادل because you do not have enough knowledge عشان انت ما عندكش معرفة كافية. pride يعني الفخر او الكبرياء. feeling that you are proud of something احساس او شعور انك انت تبقى مفتخر بحاجه. that you are او that you or someone انت او شخص ما connected with you has achieved انت او شخص طبعا مرتبط باللي انت حققته. pride priority معناها اولويه يعني حاجه ليها اهميه عندك. the thing that you think الشيء اللي انت بتعتقد is most important اكثر اهميه and that needs وبيحتاج attention انتباه before anything else قبل اي حاجه تاني. و process عمليه او نظام. process هنا method of producing something طريقه انتاج شيء ما. procrastination طبعا طبعا او procrastinate هنا يسوف او يماطل. to delay doing something انك تاجل عمل شيء ما that you ought to do محتاج انك انت تعمله. usually غالبا because you do not want to do it عشان انت مش عايز تعمله. طبعا انا قلت procrastination معناها طبعا المماطله او التسويف، هي نفس الفكره. the act of delaying something فعل او تصرف اللي هو تاجيل شيء ما that you should do انت بتعمله usually because غالبا because you do not want to do عشان انت ما كنتش عايز تعمله. productive معناها مثمر او منتج يعني producing or achieving a lot انك انت تنتج او تحقق اكتر. productivity الانتاجيه بقى النوع نفسه معناه the rate معدل at which goods البضائع او produced بتنتج
and the amount produced والكمية المنتجة. Progress تقدم أو تحسن. The process of getting better عملية إنك تصبح أفضل أو التحسن. Of doing something في عمل شيء ما. Or getting closer إنك تقرب. To finish إنك تنهي أو achieve something إنك تنجز شيء ما. Promote يعني يعزز أو يدعم أو يطور. To help something to develop or increase إنك أنت تساعد شيء ما إنها تتطور أو تزيد. بعد كده عندي proof بالF معناها دليل صح؟ غير PROVE يثبت أو يبرهن هنا دليل أو برهان evidence يعني an object شيء or some information بعض المعلومات that shows something is true اللي بتبين شيء ما بيكون حقيقي. Property معناها عقار أو ممتلكات لحد تمام من أماكن أو غيره. Building مكان that belongs to you مكان بيخصك. Qualify يتأهل أو يتخرج. To successfully finish إنك تنهي بنجاح a training course كورس تدريبي so you can do a job إنك أنت تعمل بيه شغلانة. Quality سمة أو خاصية something that people may have حاجة كده البني آدمين أو البشر بيبقى عندهم as part of their character كجزء من شخصيتهم. For example على سبيل المثال courage or intelligence الشجاعة أو الذكاء. Quote يقتبس to give a piece of information إنك تدي جزء من المعلومات that's written down somewhere بيبقى مكتوب تحت في مكان ما. Raise يرفع أو يزيد أو يجمع فلوس للتشاريتي الجمعية خيرية. To increase إن هو يزود amount كمية number عدد أو level مستوى. Raise أنا قلت لك برضو verb بمعنى يربي. To help a child grow up إنك أنت تساعد على تربية طفل أو إنك أنت تكبر طفل فيبقى كده raise. Record سجل information about something معلومات عن شيء that's written مكتوبة أو مدونة أو stored مخزنة on computer على الكمبيوتر أو الفيلم مثلا so that it can be looked at in the future عشان حد بعد كده يقدر يبص لها في المستقبل. Recover معناها يشفي أو يشفى أو يسترد عافيته. To get better إن هو يتحسن from an illness من مرض أو injury من إصابة. Reflect يعني يعكس أو يبين طبعا to show or be a sign عشان يوضح أو يبين or be a sign يبقى علامة of particular situation من موقف معين أو واضح أو feeling أو من إحساس بقى. Reinvent يعيد تأهيل أو يشكل من جديد يعني إيه يا شباب to change إنك أنت تغير who you are أنت مين by starting a different job إنك تبتدي شغلانة جديدة إنك تعيد تأهيلك أو تشكل من جديد كنت في شغلانة مش حاببها ودلوقتي هتاخد شغلانة أنت بتحبها أو هتبقى بروفيشنال محترف فيها. Relate يتفهم أو يرتبط بي to feel تحس that you understand تفهم someone's problem تفهم مشكلة شخص ما أو الموقف السيتويشن بتاعه. Related ذو قرابة أو متعلق بي. An adjective صفة to describe توصف that you are part إنك بتبقى جزء من same family من نفس العيلة as another person كشخص آخر. Remains بقايا أو أطلال the parts of something أجزاء من شيء ما that are left متروك after the rest بعد بقية has been destroyed بعد ما جزء منها اتدمر or has disappeared اختفى فاللي اتبقى منه يبقى اسمه remains بقايا يا شباب. Residential سكني a residential part الجزء السكني of a town من المدينة consists بيتكون من private houses من بيوت خاصة with no offices من غير مكاتب or factories من غير مصانع ده جزء بيبقى سكن يعني ما فيهوش شغل أو مصانع بيبقى جزء اللي السكن فقط لا غير. والموديل قدوة أو مثل أعلى person young people الشباب بقى تمام بيبقى ليهم طبعا شخص can look up to يقدروه أو يجلوه أو إن هم يحطوه كقدوة أو مثل أعلى ليهم and try to be like them ويحاولوا يبقوا زيهم يقلدوهم مثلا. Root noun بمعنى أصل أو منشأ أو جزء. The origin أصل أو مصدر or main part الجزء الأساسي of something لشيء such as a custom كعادة أو تقليد. Law قانون a
activity نشاط وهكذا from which other things have developed من الأشياء الأخرى طبعا اللي اتطورت. rough معناها خشن أو غير منسقم، طبعا مش ناعم، مكان خشن مش ناعم. something that has an uneven بيبقى شيء لكده surface سطح uneven غير مستوي not smooth مش ناعم. round noun بمعنى جولة، طبعا لو جت adjective تبقى المعنى دائري طبعا لشكل مدور، لكن هنا noun one of the parts واحد من الأجزاء of a competition من المنافسة that you have to finish محتاج إنك تخلص or win تكسب before you can go on the next part قبل ما تروح الجزء الباقي. لو انت عندك في كذا ماتش بيتلعب فانت في الجولة دي محتاج تحسم قبل ما تروح للماتش الجاي مثلا يعني. روينج تجديف، وده طبعا سبورت او اكتيفيتي نشاط مهم جدا الناس بتعمله. the action of moving اللي هو فعل الحركه، حركه بوت بقى مركب اون ووتر على الميه using long sticks باستخدام العصيان الطويل. ruin كفيرب بمعنى يدمر يعني destroy damage to completely spoil something او تفسد شيء. scold يعنف او يوبخ. to angrily criticize تنقد بشكل غضوب someone شخص ما especially خاصة child طفل about something عن شيء they have done عن حاجة هم عملوها. verb بمعنى يصرخ تمام أو shout to make a loud noise يعمل دوشة عالية صوت عالي with your voice بصوتك because you are hurt لأنك اتأذيت frightened خفت أو excited طبعا تم إثارتك. self care عناية ذاتية taking care إنك تاخد رعاية أو اهتمام of your body لجسمك and how you feel وإزاي بتحس. sensor جهاز استشعار أو مجس piece of equipment جزء من آلة أو جزء من أداة that can find or measure بيلاقي أو بيقيس light اللي هو الضوء heat الحرارة sound الصوت. set off او دبل اف طبعا ينطلق او يبدا رحله يعني to begin او start a journey. shake يرج يهز to move quickly انك انت تتحرك بسرعه from side to side من مكان لمكان او up and down وفوق وتحت. share طبعا احنا قلنا share كنون قبل كده معناها نصيب هنا يشارك او يتقاسم كverb to have or use something with other people انك انت يبقى لديك او تستخدم شيء ما مع بعض الناس او to divide something انك تقسم شيء so that each person كل شخص gets a part of it ياخد جزء منه. shocked مصدوم very surprised مفاجئ and upset ومنزعج. sigh بمعنى يتنهد يتوجع to breathe in يتنفس and out يتنفس طبعا او يقوم بعملية الشهيق والزفير making loud sound يعمل صوت عالي. significant معناها هام أو ذو مغزى having an important effect عنده يبقى تأثير هام أو influence طبعا especially on what خصوصا على what will happen in the future اللي هيحصل فين في المستقبل. solar system النظام الشمسي أو المجموعة الشمسية the sun and the planets that go around it يعني الشمس والكواكب اللي بتلف حواليه. space craft يعني سفينة فضائية a vehicle مركبة that is able قادرة to travel in space تسافر في الفضاء. spark noun شرارة a very small piece جزء أو قطعة صغيرة جدا of burning من الحريق أو material مادة الحريق produced by contact by a fire عن طريق النار or by heating أو الاحتكاك أو rubbing طبعا الضرب أو الاحتكاك two hard objects together جزئين طبعا بشكل كبير طبعا اتاخدوا في الستوري الجزء ده. speaker سماعة a device جهاز through which sound is heard من خلال الصوت بيتسمع. spectacularly معناها in an extremely good حاجة جيدة بشكل عالي أو بإبهار بشكل مدهش exciting طبعا or surprising way بطريقة طبعا مثيرة جذابة مدهشة in a very impressive way بطريقة طبعا impressive مبهرة. spider's web شبكة عنكبوت net of thin threads شبكة
من خيوط رفيعة ميد باي سبايدر، معمولة عن طريق عنكبوت وكاتش انسكتس عشان يجمع أو يصطاد الحشرات. سبين ناون، تلفيق أو خلط أمور. The way someone talks about information، دي الطريقة اللي شخص ما بيتكلم فيها عن معلومات أو situation، موقف، especially خاصة in order to influence، عشان يأثر على the way، الطريقة اللي people think، الناس بتفكر فيها. Spoil، طبعا spoil يفسد، ال past spoil دي بالـ ED أو T، يعني ما فيش مشكلة to have a bad effect، يبقى عنده تأثير سيء on something، على شيء ما، so that it's no longer attractive، لم يعد جذابا، enjoyable، ممتعا أو useful، مفيد. Start up، دي نون معناها مبدئي أو انطلاق أو بداية، يعني واحد خد شغلانة كده as a start up، كبداية أو انطلاقة، connected with starting a new business، مرتبطة ببداية مشروع أو شغل جديد. Steady، ثابت أو رصين، especially لما أتكلم على الكاميرا بتاعتك، keeping the same regular pace، keeping the same regular pace يعني إنك أنت تحافظ على نفس الوتيرة المنتظمة أو المعتادة. steamer، فاخرة، a large ship، إحنا قلنا دي معناها سفينة كبيرة، that uses steam، بتستخدم البخار to produce power، عشان تنتج القوة أو الطاقة. stereotype، ده فكرة نمطية أو قالب، نموذج يعني، ممكن يبقى صح أو غلط، بس هو fixed idea، فكرة ثابتة about what a person، عن الشخص or thing، الشيء is like، بيكون إيه، which is often not true، ما بيبقاش حقيقي in reality، في الواقع. mix a liquid، يقلب سائل by moving a spoon around it، عشان تقلب طبعا معلقة بيه، زي ما بتقلب السكر في الشاي مثلا. strategy يعني خطة أو سياسة استراتيجية، يعني a planned series، يعني طبعا نقول كده سلسلة مخططة of actions، من الأحداث for achieving something، علشان طبعا تحقق شيء ما. stress معناه إجهاد أو ضغط. feeling of being very worried and discouraged، يعني نقول إحساس إنك تكون طبعا ها يعني قلق وخائف. stretch out، يتمدد أو يتمطط. to extend your arms and legs، لما تمدد ايدك ورجليك، انت بتعمل عمليه stretching out، ودي بيعملوها طبعا في السبورت اكسرسايزز، في التدريبات الرياضيه. suppose، يفترض، to think that، يعتقد، something is probably true، ان شيء ما بيكون من المحتمل حقيقي، based on، مبني على what you know، اللي انت عارفه. surface يعني سطح. the outside or top layer of something، يعني الطبقة العالية أو الخارجة من شيء ما، بسميها سطح. surgeon، جراح، زي دكتور مجدي يعقوب الشهير بتاعنا. a special doctor، دكتور مميز. و trained، مدرب جيدا. to cut open، إن هو يفتح، تمام، people to make them better، طبعا يفتح، أنا ما أقصدش يفتح الناس هنا، معناها يفتح أعضاء جسم الإنسان علشان يخليهم أفضل، سواء بقى بيعمل جراحة في الكبد، في القلب، في الأذن، في أي مكان يعني. surgery، operation، جراحة أو عملية جراحية. when doctors cut open your body، لما الدكاترة يقرروا يفتحوا جسمك، to help repair it، علشان يصلحوا الجزء اللي فيه، or remove، أو يزيلوا something that is damaged، جزء متلف أو بايظ. surround sound، اللي هو الصوت المجسم. system of four or more speakers used so that، يعني نظام من أربعة أو أكثر من السماعات، used so that sounds، عشان الأصوات، from a film، من الفيلم، or television program، من البروجرام التلفزيوني أو الفيلم، come from all directions، يجي من كل الإيه الاتجاهات، ده اسمه surround sound. بعد كده عند surround، verb بمعنى يحيط به، to be all round someone or something، تبقى حوالين كل واحد أو كل شيء. suspect يعني يتهم، to think that someone is probably guilty of a crime، إنك أنت تفكر في إن شخص ما من المحتمل إنه يكون مذنب، of a crime، لجريمة. فاكرين كلمة guilty، مذنب، معناها إيه؟ convict، صح يا شباب. فاكرين كلمة يرتكب جريمة يعني إيه؟ commit a crime، يرتكب جريمة بشكل illegal، بشكل غير شرعي. ادينا بنفتكر الكلمات برضه مع بعض، كل ده بيبقى مهم معانا.
to think that something is probably true عشان تعتقد ان شيء ما بيبقى من المحتمل true حقيقي especially something bad وخصوصا لو كان شيء سيء. والسسبكشن ده او الاتهام ده او الاكشن اللي بيعمله ده بيعمله البوليس بالنسبه طبعا للكونفكتس المجرمين او الكوزينوز المساجين وهكذا. switch something on طبعا ده يشغل to turn on a machine انك انت طبعا بتشغل ايه يا شباب بتشغل اله او لايت طبعا ضوء او راديو الى اخره using switch استخدم مفتاح. طيب switch هنا كverb off بقى برضه معناها يستريح لفتره قصيره يفصل. طب تفصل جهاز او انت بتفصل نفسك to relax for a short time انك تستريح لفتره قصيره. tabloid طبعا صحيفه شعبيه او صحيفه صفراء غير طبعا احنا قلنا الصحيفه الرسميه اللي اسمها بروت شيت صح؟ دي تابلويد نيوز بيبرز صحف طبعا بتبقى شعبيه او صفراء طبعا هاف سمول بيجز ليها صفحات او ورق صغير اند شورت ارتكلز ومقالات قصيره وذ ا لوت اوف بيكتشرز بصور كتيره اند ستوريز وقصص طبعا اباوت فيمس بيبل عن المشاهير اند اوفن thought of as less serious than other newspapers وبتفكر طبعا فيهم بشكل اقل جديه من الجرايد الكبيره. take my mind off احاول ان انا انسى او اصرف ذهني عن حاجه معينه to stop thinking about something which is negative ان انا اوقف تفكير عن شيء بيكون سلبي. take revenge on انتقم من to do something bad ان انا اعمل شيء because someone has upset you لان حد اغضبك or made you sad او خلاك زعلان. team player شخص يجيد العمل في فريق فريق جماعي بقى. someone who works حد بيشتغل well بشكل كويس as a member كعضو of a team لفريق especially in business بالذات في الشغل. tear noun معناه دمعة العين طبعا verb معناها يمزق او يقطع هنا جاية بمعنى دمعة العين. drop of liquid طبعا قطرة من السائل which comes from بتخرج من الاي العين when you are sad لما بتبقى حزين. temple معبد a building used for a religious reason طبعا مبنى بيستخدم لغرض او لسبب ديني بالذات في الهند طبعا. tie up معناها يقيد. to tie someone's arms انك انت تربط شخص واحد انسان يعني legs او رجليه وهكذا so that they cannot move عشان ما يقدرش يتحرك. وبالتالي tight معناها ضيق حاجه محزقه كده بالبلدي. fitting closely تمام ضيقه قوي to your body على جسمك and sometimes uncomfortable وبتبقى غير مريحه احيانا. time management اداره الوقت وده فاكتور مهم جدا عشان تلاقي success في نجاح. organizing تنظيم when you do things لما تعمل اشياء and for how long ولمده طويله. to be worth the effort يستحق ما يبذل من جهد. something that is useful حاجه بتبقى مفيده or good كويسه but difficult to do من الصعب انك انت تعملها. tourist attraction منطقه جذب سياحي زي لاند مارك كده في بعض الدول. at least that many tourists visit طبعا مكان كثير من السياح بيزوروا. tournament يعني بطوله. champion يعني competition منافسه in which players اللعيبه compete بتتنافس against each other ضد كل واحد. in a series في سلسلة of games من الألعاب until there is one winner لحد ما يبقى فائز واحد. treatment يعني علاج أو معالجة. something to try حاجة أنت بتحاول and make you feel وبتخليك feel better تحس إنك أفضل after an injury بعد إصابة or when you are ill أو لما بتبقى طبعا مريض. turn dots أو space down يعني هنا معناها تخفض الصوت أو الحرارة طبعا تيجي بمعنى طبعا reject يعترض او refuse يرفض دعوه او غيره. to turn a switch on انك انت تقلب المفتاح كده on a machine such as an oven بتاع اله زي الفرن radio او راديو وهكذا so that it produces لانه بينتج حراره طبعا عشان ينتج حراره اقل او ساوند او صوت اقل انك انت تقلل لو الصوت عالي تقلل لو الحراره عاليه تقلل يبقى turn it down عكسها turn it طبعا up. turn up اهي بقى to turn switch on a machine such as an oven, radio, etc. so that it produces tinted more heat عشان تطلع ان كلمة السر بقى مور اكتر حرارة اعلى او سخونة اعلى صوت اعلى. في less heat حرارة اقل او صوت اقل ده turn down.
يونيفرسال طبعا معناها كوني او شامل او شائع او عام. involving everyone in the world، شامل كل واحد في العالم، or in a particular group، في مجموعه معينه. وزي ما قلنا مثلا COVID-19 دي it's a universal disaster، كارثه كونيه او عالميه تخص العالم كله. universe الكون طبعا، all space كل الفراغ اللي حوالينا ده including all the stars and planets، شامل كل النجوم والكواكب. unpleasant معناها غير صار او غير ودود، not pleasant or enjoyable، غير ممتع، غير صار، not kind، مش طيب، or friendly، ولا طبعا قريب منا. upset يعني منزعج او حزين. unhappy and worried طبعا قلقان وغير سعيد، because لان something unpleasant، لان شيء غير صار or disappointing، مخيب للامال طبعا، has happened، حاجه حصلت مخيبه للامال، غير صار، صح كده، فيخليك طبعا مش مبسوط او قلقان. very كفيرب معناها يتنوع، طبعا الباست بتاعها بكسر اي بوت اي اي تي، طبعا ينوع يتغير يتنوع، to be different from، تبقى مختلف من each other، عن اي حد، in size في المقاس او الحجم او shape الشكل وهكذا. veil طبعا veil معناه النقاب او الحجاب، a piece of fine material، جزء او قطعه من قماش ناعم، worn يتلبس to protect or hide your face، علشان يحمي أو يخبي وجهك. wait with bated بفارغ breath طبعا، waited with bated breath يعني ينتظر بفارغ الصبر، a phrase meaning جملة معناها waiting with a lot of nervousness يعني انتظار بكثير من التوتر and excitement طبعا والإثارة. والبالانسد يعني جيد التوازن او متزن عاطفيا ونفسيا او عقليا كمان. sensible حكيم، and does not allow strong emotion، ومش بيسمح للمشاعر او الاحاسيس القويه to control the behavior، انها تتحكم في السلوك او الاسلوب بتاعه. well being العافيه او السلامه او السعاده، how good you feel، قد ايه بشكل كويس انت بتحس in your body، بجسمك، and how happy you are، وسعادتك قد ايه. well known معروف او مشهور، popular طبعا، known by a lot of people، معروف عن طريق كثير من الناس. whisper معناها يهمس او همسه، to say something very quietly، تقول شيء ما بشكل هادي. wisdom معناها الحكمه، the ability to use your knowledge، القدره انك تستخدم المعرفه of life بتاعت الحياه، to make good decisions، عشان تعمل قرارات جيده. working knowledge اخر كلمه معناها معرفه العمليه. basic level اسلوب او مستوى ثابت او مستوى من القاعده of practical knowledge من المعرفه العمليه. بكده شباب نكون نهينا جميع الديفينيشنز اللي موجوده عندنا، او اهم الديفينيشنز اللي موجوده في المنهج، اللي هم تقريبا 305 305 ديفينيشنز، 305 تعريف. طبعا كانوا يشبهوا الكلمات اللي احنا خدناها قبل كده، وبكده نكون حفظنا الكلمات للمره الثانيه على التوالي، وان شاء الله الاسئله كمان هتدعم اللي احنا قلناه. منتظركم ان شاء الله في الفيديو الجاي، علشان باذن الله ناخد الاسئله بتاعت الـ definitions ونطبق عليها بشكل كويس. Thank you so much. See you next time.